نفذ الخطة بسرعة، ما بدي ولا أي تقصير، عم تفهم؟ هدول 15,000. بس نحن متفقين على 20، مزبوط الحكي؟ إيه صح، بس أنت غشيت، مو عامل كل يلي نحن اتفقنا عليه، صح؟ شوف هالحبال هي، متفقين طول الحبل 20 متر، تأكد من طولهم، 1 19 والتاني 18 ونص والتالت يا دوب 16 متر، هيك ما بصير. بس مو معقولة تخصمي لي ربع الحساب مشان هالشغلة هي. الموضوع ماله مستاهل. عندي بيستاهل. أنت بقصر أكشات جيندال، وأنا ساروسوتي جيندال المسؤولة عن الأمور المالية بهالقصر كلياته، وأنا ولا ممكن اسمح بأي غلط يمرق بهذا القصر. يلي بيغلط رح يتحاسب، وأنا ما بسامح حدا أبدا. وحظك حلو إني ما خصمت لك أكثر من هيك، منيح إني دفعت لك أصلا. تفضل، صار فيك تمشي. ريحته كتير طيبة، بس اسمع أفزال، الطعمة الطيبة بصراحة ما رح تكفي، فهمت علي؟ بقصد إني أقول لازم الشكل كمان يكون ظريف، بيقولوا الناس العين بتاكل قبل التم. شو؟ ما فهمتني؟ لا، رح أشرح لك. شوف هاد ورد أحمر، قلي لشو؟ أنت ما بتهديها لمرتك ورد أحمر لتلفت نظرها؟ إيه ممتاز، هلأ جيب توابل حمراء وزين فيها طبق البرياني. عفوا منك بنتي لاكشمي، إذا أنا بغير شي بالطبق أكشات وقتها يمكن ما يدوقه. أنا شيف صار لي سنين وبعرف شو عم ساوي، إذا بحط بهارات كيف ما كان بنزع الأكل. أنت بدك تعلمني؟ أنا محترمتك لفرق العمر، حكيتك بالرواق بس يبدو ما بيلبق لك هالشي. هلأ مو شايف أنت؟ خليك بالمطبخ وما تناقشني، وشو ما بقلك بتنفذ بدون اعتراض، وإلا بظن بتعرف شو المشاكل يلي وقت حضرتك رح تواجهها. وانتبه منيح، كل خبرتك هي اللي شايف حالك فيها وقت أكيد ما رح تساعدك. عم تفهم؟ لاكشمي بنتي؟ شو ستي؟ شو فيني كيف طالعة أنا؟ أميرة شو كل هالحلا؟ عن جد أنتي مختارة أحلى تياب، الظاهر يا ستي إنه أنتي حابة ترجعي لأيام الشباب، صح؟ هلأ مو وقت مزحي، قليلي لشوف بنتي، التحضيرات كلها جاهزة؟ ايه ستي رح تجهز قريبا، ضل كم شغلة دورجة عم تساويهم، والديكورات صاروا عم تشوفهم، خلص انتي لا تاكليهم. انا ما عم اسألك عن تجهيزات عيد الميلاد، ركزي، بقصد منشان اكشات ما لازم يعرف بخطتنا. هي اهم شغلة بالموضوع، شو بدي بالديكور؟ انا اخر همي هالمواضيع، اكشات رح يجن جنانه وبس يعرف شو مخططين له. لا تاكليهم ستي، القصة عندي ورح دبرها. لاكشمي هلا برجع لك. مرحبا، أهلين. لحظة شوي، على هالحفلة الكبيرة لعمك وكمان في قصة من وراها. إيه هاي الحفلة لعمي، هو رفيقنا ونحن ما منناديله عمي، منناديله إيجي، بس بتمنى تفهموني شو القصة. على أساس مو عرفانة؟ أنتي بتعرفي منيح أنا عن شو عم أحكي. إيه بنتي أنتي صبية واعية وفهمانة، حاولي تفهمي عيلتك، يعني إذا بيكملوا بهاي القصة رح تنفضحوا، سمعتكم رح تتدمر. ليكي انتي هيك رأيك؟ نحن ما عم نعمل أي شي غلط وآخر همنا كلام الناس. وخليني ريحكم، اللي سمعتوه صح، مزبوط كل اللي حكى عنا، وبجوز نحن أول عائلة بتفكر بهي الطريقة، لهيك أنتوا استغربتوا القصة. العالم بهذا الزمان ما عادت تفكر إلا بمصلحتها الشخصية، بس نحن كتير مختلفين. نحن عائلة كل حدا فينا بيفكر بسعادة الشخص التاني، ما بيهمنا أبداً شو رح تحكي عنا الناس. يستفلوا، رح نلاقي لعمنا إيجي عروس ورح تكون أحسن بنت بيندورو بالهند كلها.
قولوا شو ما تحبوا. ببساطة نحن ثلاث كناين عم ندور على عروس لعمنا تصير حماية لإلنا، وهالشي ما له غلط. مع جدان ما في شي ما له حل. شو مفكرة حالك؟ عملتي لي حالك بطلة؟ انت مانك قد هاي القصص. ايه صح، شو دخلك؟ جدان لا تفوتي بمشاكل. الظاهر ما عندك شغل اليوم، سلا ورجع هذا على علبته. لي وين راح راهول؟ ليكو ليكو هونيك. قولي شو عم بيصير؟ شو ساويتي؟ هلا بدها تدمر كل شيء. لك شو عم يصير معك؟ شو بها هي؟ قليل أدب. شو صاير هون؟ يا وين هالبضاعة؟ اللي صار ما بيتصدق. شو هذا اللي عم يصير؟ قوموا كملوا الأملاك. ليش كل هي الفوضى؟ معك حق، قوموا كملوا. يا خسارة هالبضاعة. يلا يا جماعة خلونا نصير يلا. تفضلي، هي جبت لك راهول خالي، شكله كثير شقي. هلكني هو يركض وأنا أركض ورا، بصير هيك؟ لآخر مرة أنا رح نبهك. ثلاث شغلات أوعك تقلي إياهن أبداً. الأولى، جدان ما فيكي تعملي هي الشغلة. أما الثانية، جدان لا تحاولي مانك قد هي المواضيع. أما وثالث شغلة، راهول رح يخبركن عنا. ما خلت شغلة بهالشارع ما خربتها، ما بعرف كيف أهلها متحملينها. يا حبيبة قلبي،
أنا وبنتنا جودان كتير اشتقنا لك. بس بدي أقول لك شغلة، أنا على طول بتخيلك إنك موجودة معنا وحوالينا، بتخيلك جاي لعندي وعيونك عم تقلي مشتاقة كتير إلك، وبحس كأنه أنت وكأنك ما غبتي عني ولا دقيقة، وفجأة بتصيري قريبة مني وبتقولي لي بإذني. أنا ماني ميتة، أنا عايشة. لك أنت شو عم تعمل؟ شبك؟ أنا كوشاليا، أنا مرتك الثانية، تذكر. ايه؟ لساتني عايشة. ايه صح، صح اللي حكيتيه، مو هون مكانه. هي أم جودان، أنت بلشت تخربط. معك حق، صرت ما عم تميز بيناتنا. آسف. وينك رهفتي بنتي؟ جاية، شو صاير؟ شو هاد حبيبتي؟ تترا، وهي الكيك صار جاهز. أوه شكله كتير حلو. شايف بنتك؟ شغلة مرتب بالكيك والحلو، خلى أكبر عيلة بإندور تطلب طلبية من عنا. إيه طبعا. حتى لو بتلف الهند كلها ما رح تلاقي مثل هذا الكيك. انتي معك حق بهذا الحكي، صحيح رهفتي. انتي ليش ما بتعلمي جودان تشتغل معك بالحلويات؟ اذا تعلمت بتصير تساعدك، صح؟ شو رجعنا؟ انت ليش هيك بتضل اكل همها لجودان؟ انا قصدي انه جودان مانا بنتك لحالك، هي بنتي كمان. وانا رح علمها كل شيء مع الوقت. هلا اترك البنت بحالها، خليها تركز بس على بناء شخصيتها. ايه بس عن جد كوشاليا، انا مستغرب، ما عم بعرف ليش هيك العالم أخذ صورة بشعة عن مرت الأب. لو بيعرفوكي على حقيقتك بغيروا رأيهم، يمكن ما يصدقوا إنك مو أمها. بصراحة كتير صعب على الناس تصدق إنه رهفتي هي اللي بنتك بس، وإنه جودان بتكون بنته لزوجك. خلصنا، يعني هلا مو وقتها هاي المشاعر، ليش تبكونا؟ اسمعيني ماما، لازم نوصل الكيك للجماعة بسرعة. يمكن أنتوا ما بتعرفوا أهمية الحماية بالعائلة، بس نحن منعرف شو قيمتها. ببساطة لما ما بيكون في حماية بالعائلة، الكل بتحس إنه في شيء مهم ناقص بحياتها. عدا عن هيك عمنا عم يعمل كل شيء كرمالنا وكرمال عائلتنا، ونحن واجبنا إنه نكون جنبه ونحاول نساعده ليخلص من الوحدة يلي عايشها. وهي هي كل القصة ببساطة. بتمنى إن يكون جوابتكن على كل أسئلتكن. والقصة مثل ما سمعتوها مني بالضبط، نحن رح نلاقي الحماية تبعنا ضمن هاي الحفلة، بس آسفين انتو ما رح تكونوا معنا. شكراً لأنكم نبهتونا على حكي العالم، بس منعتذر، يلي بده يحكي منكم على عائلة جندال ما له مكان بهاي الحفلة أبداً، يضل بعيد عنا. نتشكركم. طيب اي جي وينه؟ بس وين كنتي انتي؟ شو وينك لهلا؟ ايه معك حق، بصراحة سؤال كتير حلو، يا ريتك كنتي وشفتيني، اليوم عملت شغلة مهمة. احذري شوية. شو عملتي؟ أنا عملت عمل إنساني. اليوم بنتك يلي انتي بتحبيها كتير قدمت خدمة مهمة لمرة كبيرة، وأنقذت لها كلبا يلي كان ضايع بالسوق. لو شفتي هالمرة كيف فرحت. هذا مو عمل إنساني أمي؟ شو هالكيك؟ قديشو حلو؟ لحقتي تجهزي؟ حلو مو هيك؟
بس ليكي اختي، نحن لازم نوصل الكيك على الوقت. روقي اختي حبيبتي، لا تخافي ابدا، رح وصلن على الوقت. لا تاكلي هم هي الامور الصغيره، قصه التوصيل بسيطه، خليها علي انا، انت بس لفي منيح وانا رح وصله بلمح البصر. ماشي. جودان ما فيك توصلي. اسمعوا، أنا عن جد متوترة كتير. عمي ما بيحب المفاجآت أبداً، كنا لازم نخبره قبل بوقت. ليكو وصل. عقبال المية إيجي. كل عام وأنت بخير. شكراً لكم. إيجي نحنا شو هالريحة اللي شمها ايجي وخلته يمشي وراها؟ شو هالطبق؟ لك هذا محروق؟ هيك بدكن تقدموه؟ أبداً، هذا مو محروق. يعني حتى لو ما شفت هذا المنظر عندي حاسة شم، ما بظن إنه في مثلها. أنا ما بنغش. هلأ بتروح وبتاخد حسابك فوراً وبتعتبر إنه... قولولي شو عم يصير؟ شو عم يصير معكن أنتو؟ ها؟ يعني جهزتوا كل هالأطباق الظريفة بس الحلو عجزتوا إنه يزبط معكن؟ يلا بسرعة اغلوا حليب واعملوا غيره، لسه في معكن وقت منيح بتلحقوا. يلا ما بده وقت كتير. تعا معي ابني حاكيني شوي. معقول هالحكي؟ انت ليش هيك عم تعمل؟ لسه يا دوبك وصلت جاية لهون عم تصرخ على العمال؟ اذا بتضل تعاملهم هيك وقتها رح يتركوا الشغل ويمشوا كلهم من عنا. ايه روحوا بيكون احسن، لانه انا ما فيني خاطر بشغلي يا ماما. هدول العالم الموجودين برا ما اجوا ليحتفلوا بعيد ميلادي وبس، هدول العالم جايين يدوقوا اكل المطعم تبعنا كمان. ما في حدا بكل اندور ما بيعرف اكل مطعمنا قديش هو مميز ومرتب كتير. اذا انا بدي مرق اخطاء الموظفين اللي بيشتغلوا عنا، الاخطاء بتصير بالجمله، ووقتها جوده الاكلات تبعنا رح تتراجع كتير، وطبعا هيك سمعتنا واسم عائلتنا رح يتبهدلوا. بالنسبه الي اللي بيغلط بشغله شخص ماله منيح، وهدول العالم مكانهم مو معي وما بيلزموني. اصحك. انا بعتذر كثير. الكيك متاخره 3/4 ساعه وكنتي رح توقعي الكيك. وقفي عم تضحكي بوشي، شو انتي ما عندك خجل ابدا؟ هذا عيد ميلاد ايجي وهذا الكيك عليه اسمه، يعني كيك مميز ماله مثل اللي بتعملوه بالعاده. فهمتي ولا لا؟ بعتذر منكم بس مين بيكون ايجي؟ ما بعرفه. المهم انه الكيك وصل وانا حسب ما بعرف ما تاخرت كثير. اكيد لسه معكم وقت منيح ليصير موعد تقطيع الكيك، مو هيك؟ لك شوفي شو عم تقول. انا اسفه، بعتذر تاخرنا شوي، بس لا تاكلوا هم، ليكو الكيك جاهز، بس اعطونا دقيقتين رح نزين الكيك وبتقدموه فورا. يلا بسرعة. وانتي انتبهي على الكيك وقت اللي بتزينيه. ايجي مالو حدا عادي ابدا. هو لما بيلاقي اي غلطة صغيرة بهذا الكيك رح ينزعه قدامك وما رح يمرق القصة على خير بنوب.
رح يمسكه ويرميه بوشك قدام كل العالم. يلا المطبخ من هون، شوفوا شغلكم. شكرا. تعي شو هالعالم هدول، كتير بيخوفوا عن جد. بس انت لا تخافي، رح ندبر كل شيء. كل عام وانت بخير استاذ. شكرا. اهلا وسهلا. اجي عقبال المية مرة تانية. تسلموا. شو مين هدول؟ احكي. شوف اجي، اليوم عيد ميلادك ونحن بصراحة اخترنا هالمناسبة لنلاقي شي بنت تصير شريكة حياتك. ليك بصراحة نحن أكيد منعرف قديش غياب أنترا مأثر عليك، ومنعرف الوحدة اللي عايشها بغيابها. شو عم تستنى؟ عمرك عم يمضى، شو ناطر؟ بعدين ليك مو صح تبقى لحالك، الناس بتحكي، يعني الناس عم تقول إنه أنت القرار بإيدك. بالنهاية نحن مو شغلتنا نفرض عليك أي شيء، يعني كل القصة هي إنه اخترنا معازيمنا من العائلات يلي ممكن بناتهم يناسبونا، وطلبنا يجيبوا بناتهم. قلنا يمكن تلاقي شي بنت مناسبة ويمشي الحال. هذا اللي صار. ستي انتي كمان عارفانة؟ اسمعني ابني، أنا بحاجة لكن تكون جنبي، وحتى كنايني هدول محتاجين لحماية بس هيك. صح اجي، اليوم عيد ميلادك بس انت اللي رح تهدينا هالمرة. يا ريت تنقي لنا حماية تناسبنا. يا ريت. اجي يعني انتو الثلاثة عم تدوروا على عروس لحتى تكون شريكة لحياتي تيرمي. يبدو حضراتكم كتير مشغول بالكم فيني. ماشي، طالما انكم عازمين كل البنات اللي بتعرفوهم على هي الحفلة، فخلونا نشوف اذا في شي بنت منهم حابة تكمل حياتها معي. مشي الحال. وافق. أول شي بشكركم، تركتوا أشغالكم بس كرمال تكونوا معنا بحفل عيد ميلادي. بس قبل ما تبدأ الحفلة حابب إلكن شي. طبعاً أنتوا بتعرفوا مراسم الزواج والوعود كلها يلي لازم نحن نلتزم فيها. فوق هي الوعود أنا في عندي شوية أمور خاصة. خاصة؟ بعد ما تسمعوا يلي بدي أحكيه، يلي بيناسبها هذا الكلام وبيعجبها وبتتفهمه، تقرب خطوة. منبدأ بأول نقطة. ببساطة اللي حابة إنها تتزوجني رح تكون عبارة عن رجل آلي، وجهاز التحكم تبعها رح يكون بإيدي دائما. مننتقل لتاني نقطة. بدي شخصيتها لهي المرة تصير نسخة عن شخصيتي لا راحت ولا اجت، مملة وشايفة حالة. النقطة الثالثة، رح تكون مسؤوليتها البيت، وممنوع تتدخل بأي شيء بحياتي أبداً، وطبعاً هي لازم تتحمل أي كلام قاسي بحكيه معها. وهلأ مننتقل لرابع نقطة.
الأفضل أن تكون مريضة وقريبة من الموت لحتى تموت بعد فترة قصيرة من زواجها مني. أنا ما بدي مرة تبقى هون من بعدي، وأنا متأكد ما في بنت رح يعجبها مثل هذا الشرط، لأنه هي ما رح تورثني بنوب. أما عن النقطة الخامسة، فزوجتي رح تعيش بهذا البيت مثل أي حدا هون، بس لا بتفوت على غرفتي ولا بحياتها رح تدخل على قلبي. وصلنا لسادس نقطة. بالرغم من كل الأمور الصعبة اللي عديت لكم إياها، هلأ رح أعطيها لزوجتي قوة بهي العيلة لتحمي حالها حتى مني أنا. ومشان الوعد الأخير ما بدي إياه، لما تزوجت أنترا وعدتني إنه ما يفرقنا شي بالمرة، وبعدين هي ماتت وتركتني أكمل لحالي. قدرها كان أقوى منا بكتير، وأقوى منا كلنا. إذا في شي بنت منكم حابة تعمل مثلها لأنترا وتموت بعد الزواج بفترة، تتفضل لعندي. يلي حاسة إنها رح تموت عن قريب وحاسة إنه أيامها صارت معدودة وعجبتها كل شروطي اللي قلتلكن إياها، تقدم خطوة، وأنا وقتها رح أختار يلي رح تعيش الباقي من عمرها بجنبي. بس لحظة شوي، الزواج مني أنا أكشات جندال مثل المشي على الإزاز، نفس الوجع. يلا، مين يلي رح تكون شريكة حياتي؟ يلا قولوا مين هي الشجاعة يلي رح تصير زوجتي؟ لازم تنتبهوا وتفكروا منيح، لأنه القصة ما لها لعبة. هذا الزواج مانو عادي، بيستاهل التفكير. الناس المتسرعة توقع بالأخطار، وكل الناس بتعرف إنه أكشات جندال ما بيقبل الناس اللي بتغلط، ومستحيل يسامح حدا على أغلاطه. القرار بإيدكن. وين اختفت جودان؟ لا تكون نزعت شيء. أنت موافقة على كل شيء؟ موافقة على شو؟ شبك خفتي؟ انت يلي جيتي برجليكي، ليش لتعملي حالك مو فهمانة شي؟ واضح كتير من نظرات عيونك انك كرمال المصاري مستعدة تمشي 100 مرة على هذا الأساس. وواضح كمان من شكلك قديشك وحدة طماعة ومبين شو هي أهدافك. مفكرة رح تاخدي محل أنترا؟ الكل يسمع منيح شو رح أقول، ما حدا رح ياخد مكان أنترا لو شو ما عملتو. لهيك يا ريت ما حدا يتدخل بحياتي ويعذب حاله. ليش لسه واقفة؟ تفضلي روحي. وقف عندك. تجاوزت حدودك كتير. الزواج مني أنا أكشات جندال مثل المشي على الأزاز، نفس الوجع.
هاي كرمال تتعلم تهينة لأمي قدام كل الناس. دورجة تطلعي، حاسة حالي بدي اضحك من قلبي مع اني كتير خايفة. هالموقف كتير بضحك. مدري شو رح يعمل بهي البنت هلا، يعني اكيد ما رح يسكت لها على عملتها الكبيرة هي. خايفة شو رح يصير؟ قلتلكن رح تخرب هالحفلة. بس عن جد موقف ايجي كتير بضحك قدام هالعالم. يلا نروح. لحظة بس ماما. ايه صح، نحن مالنا اغنياء مثل عائلة حضرتك يا سيد، بس هاد الشي ما بيسمح لك انه تهيننا. لو مين ما كنت تكون، انا ما بقبل اي حدا يجرحها لامي. بس لو كنت عارفاني انه قالب الكيك رح ينضرب بوشك هيك، كنت خليتها لاختي تعمله بحجم اكبر. ثلاث شغلات اوعك تجرب تعملهم معي. اول وحده، ما تسمح لحالك انك تهين اي حدا من عيلتي. تاني وحده، ما تجرب تتطاول على العالم بس لانك غني. والثالثه شو؟ الثالثه اسالي عنا لاله. اسمع منيح، غلط انك تحكم على العالم من منطق تفكيرك، على الاقل اسمعهم. امشي جودان يلا. ماما شو صار لك؟ اهدي، ليش هيك معصبة مني؟ هو غلط بحقك قدام كل العالم. اشربي شوية مي. شو يعني ما فيك تسكتي دقيقة؟ يعني ما بكفي تصرفاتك السخيفة وعم بتطولي لسانك على العالم كمان؟ يلا تعي معي على الغرفة. لا امشي. ماما ما بدي استنى، وقفي شوي. ماما وقفي، ماما ما بدي روح على الغرفة. لحظة بس. امشي وانت ساكتة. ماما إذا بتريدي. ماما لا لا تشغلي الضو، بترجاكي. لا بكفي، أنا تعبت منك، صار لازم خليك تواجهي الحقيقة تبعك. طلعي، فتحي عيونك منيح وشوفي الأخطاء اللي عملتيهن. شوفي، قليلي لشوف شو رح أقول لأمك لو كانت عايشة. شو بدك يعني إلا هاي بنتك اللي جبتيها؟ هاي أنا هيك ربيتها؟
قومتي اوعك تلوميني، صدقيني تعبت على بنتك اكثر ما اتعب على بنتي، ما قصرت بحقها. شو عملها لترضى؟ بنتي تحملت كثير منها، بنتك بتأذيها وهديك بتسامحها. يا ما مسامحت على اخطاء كثير كبيره وبنتك لا. ما بيهمها، رفت اليوم عملت كيك بجنن وراحت جودان نزعته وما سألت عنها. قليلي انت ما شفتي اختك قديش فرحت بهالطلبية؟ هاد بدل ما توقفي جنبها. قليلي شو مشكلتك مع هاي البنت؟ بتحب تدمريلها طموحاتها؟ ماما هذاك الزلمة غلط بحقك. انا كنت بعرف كيف اتصرف معه جودان، بس انت ما خليتيلي فرصة. حسستك شي للحظة انه انا ماني امك؟ ايه بس انتي دائما بتصرفاتك عم تذكريني انه انا مو امك الحقيقية. لو انك كنت بتعتبريني امك عن جد كنت فهمتيني وكبرتي عقلك شوي وما عذبتيني هالقد. تعي معي، تعي طلعي. شوفي هي كانت أول مرة بتأذي فيها أختك ريفتي. اقري شو كتبتي بوقتها. أنا بعتذر، سببت بحريق كتير كبير ببيتنا وإيد أختي احترقت بسببي. شوفي هي اقريها شو مكتوب. آسفة ماما، اليوم ضربت أختي وبكيتها. تعي لهون طلعي اقري هي. آسفة ماما، اليوم حكيت كلام سيء مع أملك وشاليا. بكفي، كتير تحملتك جودان. عقابك رح يكون برسالة، اكتبي لأمك عن اللي عملتيه اليوم واعتذري مني على هالشي. اكتبي. نحن كنا بدنا نفاجئك بعيد ميلادك، صدقني ما كنا قصدين انه نضايقك. آسفين آسفين كثير. ما بنسى أول مرة احتفلت فيها مع أنترا بعيد ميلادي. كان في مطر كتير بيومها والكيك ما وصل وقتها. قررت أنترا إنها تفوت على المطبخ وتعمل شي بدل الكيك. عملت حلو بجنن. مستحيل انسى الحلو تبع هداك اليوم. ولهيك كل سنة بعيد ميلادي نعمل نفس الحلو تبعها، بس هالسنة للأسف شكلكم نسيتوا هالموضوع بالمرة. يمكن لأنكم مشغولين بقصة البديلة تبعها. نسيتوا قديش بحبها؟ أنا منفهم كتير منيح أنكم حبيتوا تساعدوني وعم تحاولوا تخلصوني من الوحدة، بس آسف أنا ما بقدر. أجي لا تعذبنا أكتر لو سمحت، نحن منعترف إنه غلطنا، سامحنا. طيب قلك روح ارتاح وأنا رح كمل عنك. لو غلطة صغيرة كنت اكتفيت بالاعتذار عنا ونسيتها فورا، بس الشي اللي صار اليوم بالحفلة واللعبة اللي لعبتوها بس لحتى تزوجوني بنت بدال المرحومة أنترا، هي مانا غلطة عادية نهائيا.
هيك شغل الاعتذارات فيها ما بتكفي. صح أنترا ماتت وما بترجع، بس لساتني بحبها. وإذا أنتوا عن جد بتهمكن راحتي، أنا لا عاد تهينوا حبي لهالمرة. فهمتوا؟ تصبحوا على خير. خدي سبت الورقة على الحيط، يلا خديها. من وقت اللي كنتي طفلة صغيرة الأخطاء تبعك ما كانت عم تخلص جودان. أخطائك مو بس شوهت هالحيط وشوهتني، شوهتني أنا، عم تفهمي؟ أنا رح سامحك على كل الأخطاء، بس مين بيسامحك على خطأك الكبير اللي خلى أمك تخسر حياتها؟ أنت كنتي من أسباب وفاة أمك، كيف بدنا نسامحك على هالشي؟ لو كان بدك كنتي أنقذتي أمك من الموت بوقتها. إيه بس لا، ما عرفتي تنقذيها، وكلنا معنا حق. جودان أنت ما خرجك شي. ولهيك عم خليكي تكتبي هالوراق لحتى تضلي متذكرة الحقيقة وتعترفي بفشلك. ماما مزبوط، ما عم بعرف اعمل اي شيء، بس انا عم ابذل كل جهدي لاكون منيحه. تعبت كثير من قصه اعتذاري الك، كل مره بغلط وبرجع بعتذر منك عن جديد. عم حاول ما اغلط بس ما عم بقدر، كل ما حاول اعمل شغله منيحه عم لاقي قلبت مصيبه. واليوم بس حاولت اتصرف على اني بنت لكوشاليا. انا بالمدرسه كنت اسمع شغله ماما، انه طبيعي كثير الانسان يوقع بالغلط، بس مو لدرجه انه غلطته تقتل حدا. وانا لولا الغلطه تبعي كنتي هلا بيناتنا ماما. يا ريتك لو كنتي جنبي ماما، أكيد أنتِ كنتِ رح تعلميني كيف أقدر أتعلم من أخطائي. ووقتها كنت قلت لهم إني بقدر، إني بقدر أعمل كل شيء. كنتِ علمتيني أوثق بحالي. بس لا ماما، كل العالم معهم حق، أنا ما بقدر أعمل أي شيء ماما. إيه أنا ما فيني أعمل شيء.